هنروح لواحد من النجوم اللي منتظرين منه الحقيقة كتير الفترة اللي جاية، وهو النجم محمد محمود. محمد محمود النهاردة كان بيشارك في المران الجماعي للفريق، ويمكن شارك برضو في يعني لما شارك في التمرين ده طبعا وفق البرنامج التدريبي اللي بيقوم بتنفيذه حاليا تمهيدا لمشاركته بشكل كامل النهارده في مران الفريق، وايضا برضو للاطمئنان على جاهزيته للمرحله اللي جايه. ده كل التوفيق طبعا لكل لاعبتنا المصابين.